السلام عليكم اصدقائي، كنتمنى انكم في احوال جيده. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحضر لكم وصفه ديال لي كاب كيك بالبطاطا، كيجيو بنان ولدات وغادي يعجبوكم اكيد وغيعجبو وليداتكم. دونك الى بغيتو تعرفوا المقادير ديال هذه الوصفه تبعوا معايا الفيديو الى الاخير. اول حاجه غادي نبداو بها ان شاء الله غادي نحضر الحشوه اللي غادي نستعملها في هاد لي كاب كيك. انا هاد لي كاب كيك الحشوه اللي غادي ندير ليها غادي ندير ليها غي الكبسه والبصله. يمكن لكم ديروها مع الفلافل الالوان كل واحد وشنو كيحب. على بركه الله غادي اول حاجه غادي نديرو البزار، غادي نتبعوه بالملحه. الى عندكم بصل مجفف استعملوه. انا استعملت في هذه الوصفه الثومه اون بودغ حتى هي استعملتها. كذلك غادي تستعملوا الملحه وغادي نضيفوا في الاخير الزيت وغادي نحمروا نشحروا هاد الكفته ديالنا مع البصله باش حتى تطيب. بالنسبه للبطاطا فانا راني سلقت البطاطا مع شويه ديال الملحه. كل واحد غيدير البطاطا على حساب عدد افراد الاسره. انا ما بغيتش نقول لكم بالضبط شحال ديروا ديال البطاطا لان كل واحد كيدير على حسب عدد الافراد ديال الاسره. وبطبيعه الحال في هذه الوصفه فاحنا راه كنحتاجوا المول ديال لي كاب كيك، ضروري من المول ديال الكاب كيك. الا كانوا عندكم جوج ديال لي مول غادي تكون احسن، يمكن لكم تستعملوا كميه مضاعفه. سينو الا ما كانش عندكم غير مول واحد ديروا غير شويه البطاطا. كيف ما كتشوفوا هنا البطاطا راني سلقتها ونشفتها. دابا غادي ندوز باش نضيف المقادير. انا درت فيها الثومه اون بودغ، درت فيها الربع، كذلك غادي ندير لها شويه ديال البصل وغادي ندير لها طريف ديال الزبده باش نسمعها. وما تنساوش كذلك الملحة. الا بغيتو ديروا الثومه طريه يمكن لكم ديروا الثومه طريه، فهي الثومه طريه كتعطي واحد المذاق رائع وزين للاطباق ديالنا. كيف ما كتشوفوا انا درت الملحه، ضروري غادي ديروا الملحه. وغادي نبدا غادي نمعك هذيك البطاطا ديالي حتى تتولي على شكل بيوري. طبيعة الحال نسيت ما قلتش لكم ديروا التحميره، ها هي حتى هي ديروها باش يعطيكم اللون لا بيغي ديال البطاطا ديالكم. وقبل ما تسمعكوا هذا في الاخير، عفوا في الاخير من تسمعكوا هذا البطاطا غادي نضيفوا ليها هذا الدقيق. كذلك نسيت ما قلتش لكم ديروا كذلك القزبر والمعدنوس، فانا ما وريتو لكم في الفيديو ولكن ما شرتش ليه. ويفوا هنا غادي نمعكوا البطاطا، غادي نضيفوا عليها الدقيق باش نجمعوها. هاد الوصفه ما كنحتاجوش نديروا فيها البيض، لان اللي درتو فيها البيض غادي تولي جاريه، وحنا الهدف ديالنا ان الوصفه ما توليش جاريه بل انها تشد فراسها وتجي عاقده بشكل مزيان. بعد ما خلطت البطاطا ديالي انا خرجت ليمون ودهنتهم بالزبده، كذلك رشيت عليهم الدقيق باش ما يتلصقوش ليا. غادي نشدو هنايا غناخذو كويرات ديال البطاطس وغادي نبداو نتكو عليهم بالاصابع ديالنا. الا كانوا الصباع ديالكم كيتلصقوا يعني تقدروا ديروهم في الدقيق وتكملوا باش تجيكم القضيه سهله. بالنسبه للبطاطا كيفاش يمكن لكم ديمولوها في الاخير، فضروري انكم بعد ما تحمروها تخليوها حتى تبرد عاد باش يمكن لكم ديمولوها. الا ديموليتوها وهي باقا سخونه كونوا على يقين ان لي كاب كيك ديالكم ما غايجيوش ناجحين. انا دابا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نعمر الكؤوس ديالي بالحشوه
ديال الكفته والبصله. اللي بغيتو ديروا الفلافل يمكن لكم تستعملوهم كذلك، كيجيو زوينين. ندوزو ناكد لكم على الكاب كيك. باش تنجح لكم الوصفه ضروري تخليو البطاطا تحمر مزيان، ضروري. وباش تخليو البطاطا تحمر مزيان تفادوا انكم ديروا الفرماج غابي مع لا كريم فريش اللي عندكم، تفادوا انكم ديروها من الاول، لان في الاول غايبه لكم بان الفوق تحمر والتحت باقي ما حصلناش على ديك لا دوغور. يعني الا بغيتو تنجح لكم الوصفه تفادوا هذه الغلطه ديالي، خليو هكا البطاطا دخلوها هكا تحمر مزيان، عاد باش في الاخير ضيفوا الفرماج. الا درتو الفرماج من الاول ودرتو معاهم لا كريم فريش فهي غادي يتحمر لكم وغادي يجيب لكم لا بحال راه كيتحرقوا وهما راه باقي ما قبطاش. يعني ضروري انكم تخليو البطاطا تحمر مزيان عاد باش تخرجوها وديروا ليها الموتزاريلا وتعاودوا تردوها للفرن. بالنسبه لدرجه الحراره ديال الفرن، يعني كل واحد والفرن اللي عنده، كاين اللي عنده فرن كهربائي، كاين اللي عنده فرن ديال الغاز، يعني كل واحد والفرن ديالو.